عمري صار 30 سنة، ياب 30 سنة، أنا اليوم أكملت 30 سنة. عادة عيد الميلاد هذه تعدي ولا أدري عنها، لو ما يجيني إشعار في سناب شات، لو ما يجيني إشعار في تويتر البلالين هذيك، والله ما أدري، ما تهمني عيد الميلاد. خلاص الكلام الحين إني إيش، إني 30 غير جاد على الإطلاق. حلو، أفضل طريقة تحتفل فيها يا وجي إنك تجيب لنفسك حاجة أنت تحبها. فرحت أخذت لي برجر، بجيب لي كيكة جوي، كيك مش قبل كيك، برجر لحم. ايش في احلى من البرجر انك تحتفل بعيد ميلادك ببرجر؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فايب هابي بيرثدي تو مي، وبدل ما نطفي الشمعه راح ناخذ قضمه. هذا عيد الميلاد ولا بلاش؟ يا ساتر يا ساتر، ميك وش يا وجيه، ميك وش. اقسم بالله البرجر هذا لذيذ، ايش هذا؟ بدل ما تحتفل بعيد ميلادك بكيكه وحلويات وما نعرف ايش، جيب لك برجر، جيب لك ذبيحه لحم، كيكه اقطعها واقعد حلي، تاكل انت اصلا تصير سعيد، تصير سعيد لما تاكل. عن بعضكم قالوا اوه يا وجي انت من مواليد يوم عرفه، حركات. لا والله ما ولدت في يوم عرفه، انا ولدت يوم جمعه، ولكن انا عيد ميلادي اللي اعرفه بالميلاد يعني 19/7، حتى ماني عارف ايش اسم الشهر، اعرف رقم 7 19/7، بس 19/7/1991. ثاني افضل اكل عندي في العالم البرجر، رقم 1 الشاورما. مو باين علي اني 30 صح؟ طيب كذا 30 20 30 20 ياب، القبعة تستر أشياء كثيرة. هتصدقون يوم كنت صغير، يوم كنت في المتوسط أتوقع أو في الثانوي، كنت أسمع أغنية لطلال مداح اسمها 29 عام. ذيك الأيام كان عمري هذي كم، 17-18 سنة شيء زي كذا، فكنت أقول يا الله متى يجي عمري 29 سنة علشان أسمع أغنية طلال. جاء الوقت إنك تسمع أغنية 29 عام يا وجي. ها ضاعت وسط الزحام ليلي نهاري وقلبي أصبح يحب الظلام. أحلامنا تافهة وإحنا صغار، نبغى نكبر علشان نسمع أغنية. كم أنا تافه. فكل عام أنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بكل خير وبركة، بما أنه بكرة عيد، أنا ماني قاعد أعيد عليكم بعيد ميلادي، هذه اسمها نرجسية، هذه إيش قلة الحياة ذي يا وجي، قاعد أعيد عليكم بعيد الأضحى، بكرة عيد الأضحى، كل عام أنتم بخير، بناخذ إجازة من اليوتيوب كذا فترة أسبوع بس كذا نروق نغير جو، وبإذن الله نعود إليكم أقوى وأفضل، وربما تعود جود معانا في القناة، ماني عارف صراحة، في خطط كثيرة إن شاء الله جاية للقناة. فعلى كل حال الوجيه اللي عمره أصبح 30 سنة يسلم عليكم ويقول لكم كل عام أنتم بخير، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.